بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقه بتاعتنا النهارده هنعمل شغل ديكور بيتعمل على الكاوتش الخارجي ده، من الوش اللي هنا اللي باين قدامنا ده، وممكن من وش الناحيه الثانيه، بس احنا هنعمل لكم الطريقه دلوقتي وان شاء الله الحلقه تعجبكم باذن الله. احنا اول حاجه احنا جبنا عملنا رسمه، الرسمه بتاعتنا قدامنا هي باينه في الكاميرا، اللي هي الرسمه دي اللي احنا هننفذها، اللي هي من اول السهم ده والاشكالات المعموله دي هنعملها على شكل قفص. دي الرسمه دي جايه طبعا من رسومات خارجيه من بره معموله على جنود، احنا بقى هننفذها على الكاوتش. تمام، احنا طبعا خدنا الرسمه طبعا دول قسمنا الكاوتش، قلنا مثلا ده الكاوتش مثلا قسمناه كده نظام صليبه وعملنا نظام الثمانيه كده، ان احنا خدنا النص الكاوتش كده، عرفنا دي الجزء ده هيتعمل في النص ده والجزء ده برضه هيتعمل في النص الناحيه دي. فاحنا طبعا عشان ايه خدنا مقاسات، فعايزين عشان نعرف نيجي نحدد ونرمي كل حاجه هنا في الرسمه اللي احنا هنعملها، يبقى عرفنا ان كل مثلث الجزء ده والمثلث الثاني ده والثالث الجزء ده والرابع اللي هم الثلاثه مع بعض دول مره واحده. هننفذ ازاي وهنقول لكم ازاي. احنا اول شيء انا بقيس الكاوتش، بعلم علامه الوسطانيه، باخد صليبه كده بعمل ميزان للكاوتش عشان اقدر امشي صح واخد مقاساتي صح في ايه الدايره، عشان ما اجيش هنا مثلا اجيب هنا الجزء ده مثلا يبقى 33 وهنا 40، ما ينفعش، لازم كله بقى هنا مثلا 40 هنا 40. تمام، انا اخدت المسافه النص، انا قست الكاوتش الهيكل من جوه كده لقيته 40 ومن هنا 40، يعني انا عايز الوسطانه بتاعتي كده ايه ادي 20، فانا علمت علامه تحت ال 20 جايه عند العلامه اهي اللي هي الزائد دي كده، وفي نفس الوقت قست برضو كده عشان برضو اخد العلامه جايه كده برضو، يبقى كده دي ال 20 برضو جايه فين؟ عندها هنا بالظبط في المكان ده كده، يبقى ده ايه؟ في النص كده مقاس بتاع الكاوتش. طب انا عايز اعمل ايه بقى كده؟ انا اول شيء ببتدي اعمل شغل الديكور الرسمه، انا عندي بجيب الورق ده اللي هو اللزق ده، اللزق بتاع عربيات الدوكو، في منه اللزق الشفاف اللي هو الشفاف ما بينفعش، هو ده الوحيد اللزق اللي ينفع في الكاوتش العجل. لو انا لزقت باللزق الشفاف اللي هو السيلوتيب الشفاف العريض برضو، لو لزقته بيفك ساعتها ما بيمسكش، هو ده الوحيد اللي بيمسك في الكاوتش او في اي او حتى لو على خشب اي حاجه. فانا بعمل ايه؟ انا ممكن اقيس كده حته كده، باخد مقاساتي عشان اعمل الدايره عليها والزق كده، بص البتاع بيلزق بكل سهوله ازاي. طب انا دلوقتي عايز الف، الف ازاي؟ ممكن ادي كسره كده عشان يلف معايا كده، وممكن اقطع كده برضو هيقضي برضو ايه يسهل ليا ايه العمليه ازاي. هعمل دي برضو كده، يبقى دي على كده اعمل هنا. تمام، واجي ناحيه برضو يبقى هنا بالظبط. يبقى احنا عرفنا كده، قلنا هنا معانا كام رسمه؟ ادي بين سبعة، ادي ده النص، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، برضه عشان نشوف احنا عايزين كام؟ احنا عايزين هنا ايه في الرسمة هنا، ادي واحد ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي أربعة. يبقى احنا كان عايزين مثلث، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي هو كده من أولنا هنا نعمل سهم كده عشان نبقى عارفين ده أولنا، والناحيه دي سهل يبقى عارفين النص بالظبط ازاي عشان ما نتلخبطش. ما احنا برضه حتى لو اتلفت عند اي جزء يبقى احنا برضه عرفنا هنمشي من عند اي واحده هتدينا، ان كله ايه ده 17 17 17 17 17 فرق ايه بين ده وده 17، يبقى احنا كده عندنا النص اهو بتاع العجله ايه 1 2 3 4. تمام، انا بجيب بقى اول شيء عندي الرسم، اول شيء يبقى احنا كده رسمه خلاص، انا الصليبه اللي هنا دي مش محتاجها خلاص، انا خدت المقاسات، المشكله عندي كلها في المقاسات. طب انا اول شيء بعمله هنا عندي هنا الرسمه في الحته دي، اعمل كده عشان امشي يبقى مظبوط، وكده هنا مثلا المنطقه دي. طب المنطقه اول حاجه هنا في السهم ده، شوف السهم ده جاي ازاي، ماشي، يبقى كده السهم ده جاي هنا وفي هنا علامه ايه الايه الخطين. طب احنا هنبتدي اول حاجه بالايه بالخطين، في خط هيمشي كده وخط تاني من هنا، الخط اللي فوق قصير طبعا كده، واعمل له ايه
هزي كده وعلى مكان. انا بس بعمل لكم اول واحده بس كده وانا هكمل، والتاني برضو انا بعمل خط برضو كده كده. طبعا انا بعمل المسطره ليه؟ المسطره بتساعدني ان انا اعمل الشغل صح. بعد كده بعمل ايه كده واشوف السهم طالع فوق هنا كده. طبعا انا ايه هنا هكمل ممكن عادي بالقلم كده الحته الصغيره دي عادي، وفي نفس الوقت السهم ده انا عايز اجيبه بدوران. يعني مثلا انا عرفت ان دي هتيجي في النقطه دي وانا عايز السهم هنا، وممكن اطول. طب انا عندي المقاس ده هنا كده، يبقى انا اطول الحته دي كده برضه. انا بص كل بص في ايدي، انا ما بلخبطش كده كده. بص بجيب كده وانا عايز ليه؟ ان انا عايز اطول الجزء تاني ادي هنا كده علشان انا بس ايه بوريكم بس ايه نعمل ازاي. بعمل الخط ده، الخط بجيبه كده لازم انزل الجزء ده كده ومحمله عليه. طب انا عندي هنا في هيبقى في هنا مثلث وتل، انا عايز اللي هنا بقى المسافه للمثلث هيجي بقى في حته الجزء ده كده بس. يبقى انا كده عايز ده الدوران ده يجي ايه من تحت هنا ومن فوق كده كده. انا لو عندي مثلا حاجه زي برجل او مثلا برجل بس انا ايه بس انا كده انا جبتها كده. هنا بقى اجيب بقى بص لازم بقى ايه الميله كده معايا هنا السهم هنا عندي العلامه الاولانيه دي، بجيب خط كده وبجيب خط كده. طبعا بجيب الميله، اهم حاجه عندي الميله حتى لو بدوران هتبقى ماشيه مع الايه مع الدخله دي كده. واجيب دي ايه عدل عليها تمام. دي اول حاجه انا بعملها. طب هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل المثلث المنطقه دي كده. طب المثلث انا ممكن اجيبه ده من اول هنا كده او اجيبه عدل ماشي هنا ماشي كده اروح موقف ده هنا كده واقص دي هنا من هنا كده عند العلامه دي عشان يبقوا ماشيين الاثنين مع بعض. مثلث تاني كده اجيبه من المسطره كده عشان برضه جاي ايه عدل في نفس الوقت. يبقى انا كده خدت الرسمه الاولانيه. يبقى انا ايه انا برضو عايز انا جيت دي هاجي في الجزء الثاني. انا معايا اثنين يبقى انا هقسم دي ادي بين دي ودي كده كده عشان اقدر اعمل ايه احدد دي هنا ودي هنا تمام. انا بجيب اول واحده كده معلش انا هجيب دي برضو كده وانا هكمل بعد كده عشان دي مهم قوي الرسمه دي بالذات. الرسمه برضو بتدي شكل جامد قوي في العجله. انا كده عملت خط، بعد الخط انا عارف ان في سنه صغيره بجيبها هنا كده. احنا قسمنا دي الاثنين. طيب نعمل دي كده الخط هنا ده الحته دي كده طويله كده ودي هتبقى طويله كده. شوف ماشي ايه دوران. طب انا دلوقتي عايز اجيب الجزء، انا لو معايا برجل اللي هو اللي فيها دوران بس انا عايز اجيبها بطريقه مثلا دوران جامد، انا ممكن اعمله بايدي مثلا اجيب دوران كده. طب جبت هنا اعمل الجزء ده طبعا بس اهم حاجه ايه الظبطه. يعني انا مثلا العدل هنا يبقى انا ايه كده اجيب دي كده عشان اعمل الحته دي اللي باقي معايا دي كده واخدها كده كده وعامل دي كده تمام. معايا الرسمه الثانيه بقى ايه العكسها برضو عكسها يبقى دي كده. بص الاصل عندها كده اعمل كده تمام. اجي هنا نازله تحت هنا اجي داخله كده. انا حبيت اعمل بس الرسمه دي معلش قدامكم عشان تبان ايه كده. واخد الدخله اللي انا عاملها كده واقفل دي كده كده. يبقى انا عايزها دي ايه جايه لي بدوران تمام. اخد دي كده ابص المسطره جايه معايا دوران 100 100 ده دوران. يبقى انا كده عملت كده 100 100 كده. طب انا خلصت كده ومعايا الرسمه دي والرسمه دي. انا ارجع لكم اقول لكم عملنا ايه في الرسمه. احنا كده بنفرغ انا بوريك برضو التفريغ ازاي. ادي موس هنا موس ك
كده وفرد كده مش كده مرة واحدة الناحية التانية. أنا عملت كله بس أنا سبت إيه تلاتة عشان أوريكم برضو إيه الفرد إزاي. بجيب مثلا سن قطر بدرس في أول حتة كده يطلع معايا بسهولة. بص بجي عندي التانية هنا أخد اللفة دوران كده 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 برضه اجيب سن القطر اطلع بيه برضه ايه اول حته اي حته كده تطلع معايا كلها بكل سهوله كده. بص معايا واحده نفس الواحدة مش مع الدوران برضه القطر أدي غرز أي غرزة كده في كده طبعا. أنا قبل ما ألزق اللزق ده كنت صنفرته عشان لو في أتربة من حركة العجلة الكاوتش لو قديم لو جديد بتابع على طول ما صفرش. طبعا لو قديم لازم اصنفره بصفار زي دي كده الكاوتش ده هو بتاع الخارجي. فطبعا بصنفره بعد ما اصفره بغسله برضه بميه بصابون او ميه بس حتى بطلع الوساخه بخليه لما ينشف خالص اكيد الزق اللزق اللي احنا عملناه ده بلزقه وبعد كده ايه بفرغه. انا كده فرغت كله باين حتى في الكاميرا كلها هتجيبولي كده انا فرغت كله. فطبعا احنا ايه دلوقتي احنا دلوقتي قبل ما نرش اول حاجه نعمل ايه لازم اخرج الهواء بين كل ايه ورقه عشان لو انا رشيت وفي هواء هي البويه هتدخل بين الايه الهواء. فانا اعمل ايه بحط اي قماش كده عندي كده اضغط كده كده بخرج الهواء اللي على الكاوتش نفسه كده عشان ما برش مفيش حاجه ايه عامله فراغ كده اضغط كده عشان يبقى كله قافل تمام او كده اهو عندي برضه كاوتش كده الناحية دي لازم اطلع عليه الهوا ده عشان مفيش ايه في هوا هيعمل لي ايه عيب معرفش الحمد لله برضه وريت من اهو تمام كده كده كل ايه هو ده ايه. طبعا انا ما بغرش طبعا مش بغرش طبعا على دي الفرش مثلا لازم اغرش على حاجه مثلا ايه عاديه يعني كده نرش ايه علبه سبريت دي انا شاريها ب 15 جنيه في الوقت اللي انا هنزل فيه الفيديو انا شاريها ب 15 جنيه تمام. لازم ارجعها كده ما ينفعش ان انا ارش بيها كده على طول لازم اخلص الدهان او الزيوت اللي جوه وارش كده. طبعا الكاميرا تبان معايا وانا برش ادي وش خفيف كده على الوش ما بغرقش اول حاجه وش كده وتعجبكم ان شاء الله تخلي شكل العجله رائع حتى في النشر
طب انا كده رشيت ايه وش ايه خفيف، ممكن اديها الوش برضو لان تاني برضو تقيل، واسيبها تجف مثلا. انا عايزها تقعد مثلا ايه على الاقل حتى يجي خليها مثلا يجي ربع ساعه، ده بيرشف بسرعه، ازود من على ربع ساعه خليها نص ساعه، ونيجي نشيل اللز ده ونشوف اللي يحصل ايه. طبعا هدي وش تاني برضو نهائي، باخد ايه الشكل ايه اللي معاه. انا ممكن اعملها بفرشه طبعا، وممكن تعمل بلاكيه، بس الافضل الرش. ممكن اعملها بفرشه دي برضو، دوكو اجيب دوكو واعمله فرشه، وبرضو ايه ادهن مكان كده بفرشه، بس احنا قلنا الرش اسرع وبرضو بيديك لمعه، اما ما بيديكش علامه الفرشه ولا اي حاجه. وبرضو شويه كده بننشف، هنشيل اللزق مع بعض وهنشوف شكلها عامل ازاي. خلاص اللي شيف معانا اهو، احنا هنشيل اللزق دلوقتي عشان جزء زي كده. طب معايا قطر في نفس الوقت، كمان الكاميرا باينة معايا، معلش أنا بطول عليكم. احنا كده بنشيل اللزق اللي على مطرح الدهانات، احنا دهنا اهو خلاص عند اخر حاجة اهو. احنا قلنا طبعا شلناه طبعا عشان ايه ما ياخدش وقت معانا، طبعا اهم حاجه معايا كتر كده عشان اطلع اول سنه، واسحب كده يطلع معايا بكل سهوله، والناحيه دي برضو كده اطلع اول سنه واسحب على طول، واطلع معايا اخر حته اهي كده اطلع اطلع هنا اخر حته. كده احنا طلعنا جميع الجهاز اللي في الكاوتش، وشكل الطارة رائع جدا باين اهي، دي اللي احنا عملناها بالشكل الرائع اللون الابيض ظاهر 100% في الخارجي. طبعا لما يتعمل ناحيتين يبقى شكله 100%، وطبعا هي قدامكم احنا عملناها خطوه خطوه، نفذناها خطوه خطوه. واهم حاجه النظافة قبل اللزق، اللي هو ايه من الأتربة بصنفرة، بعد كده بحط اللزق، بعمل الرسمة زي ما أنا عامل الرسمة. وممكن أي رسمة أنتوا تعملوها، أي رسمات تعملوها، حتى لو حاجات مدورة كده مثلا في المسطرة مجوفة من جوه، زي مثلا المسطرة اللي معايا دي فيها تجويفات من جوه، يعني ممكن آخد الإيه الدوائر الصغيرة دي أعملها، والمربع ده برضه بتديني شكل رائع جدا جدا في العجلة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، دي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.